الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في مطبخ منوعات ماريا. النهارده هنعمل معاكم حاجه حلوه الاطفال كلها بتحبها وما بنستغناش عنها في البيت، وسعرها باهظ جدا وغالي جدا. وطبعا ايه، الاولاد دايما باستمرار لما يكون في البيت اولاد صغيره او كبيره بيحبوها جدا، دايما بيطلبوها. فان شاء الله كده ايه هنعملها مع بعض كده باذن الله، اللي هي ايه ان شاء الله هنعمل معاكم نيوتيلا. باذن الله كده هي حاجه جميله جدا، وعلى فكره سهله جدا وبسيطه جدا، ومكوناتها يعني تقريبا تكاد تكون في البيت باستمرار. هي مكوناتها عباره عن كوبايه لبن، كوبايه سكر بودره، نص كوبايه زيت، معانا هنا معانا 6 معالق كاكاو خام، ومعانا مكعبين شوكولاته من اللي هي بتاعه يعني المطابخ، ومعانا كيس نسكافيه بنكهه البندق. وان شاء الله هنبدا نعملها مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نخش بقى كده باذن الله نعمل، ما تنسوناش اللايك. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وشير للفيديو عشان القناة تستمر. بيكم بإذن الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك كده شفشق الخلاط وهنحط فيه كوباية اللبن، وإن شاء الله هنحط السكر، وهنحط الايه الكاكاو الخام، وهنحط الايه الشوكولاته اللي انا ايه الشوكولاته اللي انا مسيحاها شويه، مش هي كده ايه حوالي مكعبين يعني، مسيحاهم عشان يدوا طعم لذيذ كده. وهنبدا نحط ايه النسكافيه اللي هو بطعم الايه الشوكولاته بطعم البندق. ان شاء الله هنضربها، واحنا بنضرب فيها هنبدا نعمل ايه، نحط الزيت بالتدريج عشان نشوف القوام اللي احنا عايزينه. نص كوباية الزيت بالتدريج بعبيها كده بفضيها. بصوا القوام بتاعها، عايزاكم تشوفوها كده، بصوا حاجة رائعة فوق الخيال، حاجة جميلة جميلة والله، أحلى من اللي بنجيبها. شفتوا جمالها؟ بصوا غامقة ازاي، بصوا بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، جميلة جميلة جميلة. وتقدري تعمليها في كريب، في سندوتشات، في يعني تاكليها تجيبي مكسرات وتحطيها عليها، حاجه في منتهى الجمال، فظيعه فظيعه فعلا. والطعم وريحتها حلوه جدا، ريحه نكهه البندق. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك وفي رعايه الله.